الآن ننتقل إلى مراسل القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين وأهم القرارات في الأمم المتحدة أثناء العام 2022. إليك ياسر. أعزائنا المشاهدين، أهلا بحضراتكم. وأهم القرارات الأممية في عام 2022، كان هناك قرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن هامة للغاية للعالم أجمع. كان من أهم هذه القرارات قرار إدانة روسيا في الحرب التي شنتها على أوكرانيا. كان هذا القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حظي بأغلبية 143 صوتا مقابل 5 دول كانت ضد هذا القرار أو قرار الإدانة، فيما امتنع حوالي 35 من دول العالم عن التصويت على هذا القرار. أيضا في 15 من نوفمبر في عام 2022 كان هناك قرارا هاما للغاية، وهو اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يطالب روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا للحرب التي شنتها في 24 من فبراير في هذا العام 2022. أيضا كان من القرارات الهامة الأممية اعتماد مجلس الأمن قرار تجديد مجلس الأمن تجديد عضوية أو تجديد بعثة الأمم المتحدة لعام كامل، عام آخر في ليبيا، ومساعدة دولة ليبيا الشقيق لعام آخر من الأمم المتحدة حتى أكتوبر من عام 2023. كان هناك أيضا قرارات هامة لدولة فلسطين الشقيقة، حيث كان هناك قرارات خاصة بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية. هذا القرار قد حظي بتأييد حوالي 153 دولة، فيما صوت 9 دول ضد القرار، كما امتنع حوالي 10 دول ضد هذا القرار. كان أيضا لدولة فلسطين النصيب في قرار آخر من الأمم المتحدة، كان نصه أن اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حظي أيضا هذا القرار بتأييد 101 دولة. أيضا كان هناك 17 دولة صوتوا ضد هذا القرار، فيما امتنع 53 دولة. أيضا هناك قرار هام كان رقم هذا القرار 2632، وهو أيضا تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال لمدة 5 أشهر. كان من القرارات الهامة في 2022 من القرارات الأممية للأمم المتحدة هو القرار رقم 2665، وكان هذا القرار في الأول من ديسمبر. هذا القرار أكد على استقلالية أفغانستان، دولة أفغانستان، وأيضا أكد على دعمه للسلام والاستقرار والرخاء داخل دولة أفغانستان. كان هناك أيضا من القرارات الأممية في عام 2022 قرار رقم 2663. هذا القرار كان هاما للغاية، حيث أنه أكد على أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية وأيضا أن الأسلحة البيولوجية تشكل خطرا يهدد الأمن والسلام الدوليين. هذا ما أكده هذا القرار رقم 2663. أيضا كان من القرارات الهامة هو القرار رقم 2631. هذا القرار يعني أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في 26 من مايو لهذا العام، عام 2022. هذا القرار أكد من جديد على استقلالية العراق وسيادته، وأيضا سيادة وسلامة أراضي. أيضا أكد هذا القرار على أهمية استقلال وازدهار ورخاء دولة العراق الشقيق.
كانت هذه ملامح من أهم القرارات الأممية في العام 2022 داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.